الابراج اللي اكتر صراحه او اللي في قلبها على لسانها او بيتقال عليها كده كلامها دايركت على طول، ممكن نقول ان القوس ما بيعرفش يجمل، صريح جدا جدا. وممكن نلاقي كمان الجوزاء، الجوزاء عفوي جدا وممكن يقول اي حاجه تخطر على باله وخصوصا في وقت العصبيه. الابراج اللي ممكن تصاب بوسواس قهري اعتقد ان اكتر حد ممكن يصاب اللي هو الابراج القلوقه اللي بتفكر كتير قوي، ممكن برج الحوت. الابراج اللي عندها ازدواجيه او تناقض في الشخصيه، اشوف عندهم شخصيتين، اشوف الجوزاء واشوف الحوت والعذراء شويه. الابراج اللي استحاله ترجع لك لو اتخانت، بشوف العقرب، استحالة لو تخان انه يرجع تاني. ومولود الثور عنيد جدا، يحب من قلبه قوي قوي قوي، ولو تخان ما يرجعش تاني. اشيك رجال الابراج الكاريزماتيك، بشوف ان برج العقرب من اشيك رجال الابراج، والاسد والميزان. الابراج الرجاله اللي عينيها زايغه، الابراج الرجاله اللي عينيها زايغه، بشوف ان القوس لو هنرتبهم اول واحد مولود القوس، تاني واحد العقرب، تالت واحد الأسد، رابع واحد الميزان. الأبراج اللي عرضة للصدمات أبراج الحساسة قوي، يعني ممكن نلاقي إن السرطان، ممكن نلاقي الحوت. أكثر الأبراج المعرضة للحسد هم اللي نبهم خفيف، العقرب والسرطان والحوت والحمل والأسد، دول أكثر الأبراج المعرضة للحسد. اكتر الابراج الانفعاليه القوس والحمل. اكتر الابراج الاذكياء الذكاء، ممكن نلاقي ان العذراء، لان عطارد بيحكم برجه، ذكي جدا جدا ومرتب افكاره، والحمل ذكي والعقرب ذكي. اكثر الابراج كرم او تبذير، اشوف الجوزاء كرمه جدا، واشوف السرطان كمان كريم قوي قوي.